في الحقيقة في لقاء سابق مع السيد الرئيس كان أخبرني بأن أبوابه مفتوحة للنقاش وللحوار مع الأحزاب ومع الشخصيات ومع يعني كل من يريد أن تكون هناك يعني شراكة عامة في إطار مصلحة البلد ومصلحة الوطن. فإذا طلبت السيد الرئيس لأعبر له على بعض وجهات النظر فيما يتعلق بالشأن السياسي، ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كذلك فيما يتعلق يعني ببعض الملاحظات في مختلف المجالات وفي مختلف الملفات. وفي الحقيقة كان اللقاء طيب، اللقاء مفتوح، فيه أريحية كبيرة جدا جدا. أنا شخصيا استفدت كثيرا مما ذكره لي السيد الرئيس فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقتصادية، وكذلك عبرت له على العديد من وجهات نظرنا. وفي الحقيقة هذا سلوك حضاري نحن نسعد به، بأن تكون هناك علاقة بين المعارضة وبين السلطات خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية، ونتمنى إن شاء الله الخير لبلدنا وأن نتعاون جميعا لمصلحة البلد. في آخر مطاف مهما كانت التنوع في الآراء والتنوع في الأفكار، فنحن جميعا حريصون على قوة الدولة الجزائرية وعلى متانة الدولة الجزائرية، وحريصون على بلدنا، ونتعاون جميعا من أجل مصلحة بلدنا.